دي داخل غرفة انسب الملابس على فكرة طريقة. بعد طبعا المباراة، طبعا انسب طريقة مجلس الإدارة مجلس الإدارة. بيتدخل بالكامل، كابتن حسين لبيب، كابتن أحمد سليمان، كل أعضاء مجلس الإدارة. الفرحة دي يا كابتن طارق فرحة بالروح، واللي احنا بنتمنى ان هي تستمر صحيح في الفترة اللي جاية، لان نادي الزمالك عنده لعيب، عنده لعيبة كويسة، الاحتياجات هتبقى في اضيق الحدود. صح. انا وجهة نظري لما تكتمل الصفوف برجوع الونش والاصابات ترجع، يبقى انت محتاج 3 4 لعيبه. مهندس هاني بيرسي، الاستاذ هاني شكري، محمد طارق اعتقد اللي انا شفته، فرحه طبعا زميلنا مراد ابو جلال داخل اهو، هيقول لنا طبعا، اكيد هيبعت لنا فيديوهات دلوقتي. الفرحه دي طبعا كابتن وليد بالتاكيد ليست نهايه المطاف، انت قلت نبني عليها. صحيح. طبعا هو طبعا لان انت وصلت النهائي ما خدتش بطوله لسه. عايز اقول المنظر ده او المشهد ده جميل جدا، يبين ان في روح سليمه، في نقاء كده، في حب. لما يبقى رئيس ولو في صوت يا جماعه ممكن تجيبوا لنا الصوت نعرف 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 بس بيقولوا ايه. فرحانين بسامسونج. رئيس النادي بيقولوا ايه يعني، في الكابتن حسين في الاوضه، والكابتن احمد سليمان، وبيسقفوا بطريقه اللي هو حب للزمالك. هو مش رئيس نادي يعني، معلش مع احترامي يعني، هي حاجه تبين ان في حب كده، في حاله حب وفرحه بالمباراه. هم بيشجعوا لعيب لعيب. قالوا منسي منسي، وبعدين قالوا دونجا دونجا، يعني اعتقد يعني هما الاثنين دول بالذات يا كابتن طارق برضو فرقوا يعني. لا يعني الظروف اللي عاشوها الفتره اللي فاتت كانت صعبه جدا. طب نسمع مراد ابو جلال مع الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس اداره الزمالك. اللعيبه النهارده بعد صعود نهائي كاس مصر بواشر مجلس اداره الزمالك النهارده. السلام عليكم. استنى اكلم كابتن زيزو. كابتن زيزو كابتن معتمد ببرجلك النهارده، كابتن معتمد جمال معانا حصر على قناه زمالك، ببرجلك النهارده. اسلم عليه تاني الصراحه لان قبل وقت امتحان. معانا طبعا كابتن معتمد جمال مدير فني نادي الزمالك، ببرجلك النهارده، قلبت الماتش النهارده يعني. الحمد لله والله يعني، يعني احنا الولاد عملوا الاكتر من اللي عليهم والله يعني. في ناس كتير كانت بعيده قوي قوي قوي، وهم اللي قالوا عايزين نبقى موجودين. في ناس ما كانتش سليمه 100%، الدنيا كانت عندنا صعوبات، ما كنتش اقدر اقول الكلام ده قبل الماتش. اسعد حاجه بالنسبه لي ان الولاد دول فرحانين والله. ان شاء الله الافراح جايه كتير ان شاء الله. مجلس اداره الزمالك النهارده بيكافئ الفريق رسمي في اوضه الملابس الفريق. يعني كل الناس كل الناس بقت فرحانه، كل الناس فرحانه، الولاد بقى لهم كتير ما فرحوش. فان شاء الله ربنا يسهل وتبقى بدايه الافراح ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا. كابتن حسين لبيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، الوشك حلو بره عشان هم يغيروا بقى، ويطلع بره عشان هم يغيروا. هشام نصر النهارده ابو وش جميل على الزمالك. كابتن هشام مبروك لكم النهارده والله، صعود نهائي كاس مصر النهارده ان شاء الله، اول بطوله للزمالك ان شاء الله. الله المستعان، احنا بنعمل اللي علينا، بنحط اسس مظبوطه، يوم ربنا يكرمنا. انت اخلص النيه، اشتغل صح، حط اصول مظبوطه، ان شاء الله ربنا هيكرمك. كافئتوا النهارده لعيبه الزمالك في غرفه ان شاء الله. كابتن شيكا، كابتن شيكا هو مع كابتن هشام نصر. كابتن شيكا من يوم ما بوظ انت سر سر. والله كابتن من النهارده اللعيبه كلها بتبارك لك، بتبارك كابتن حسين والمجلس. الحمد لله الحمد لله، الف الف مبروك. دي خطوه ان شاء الله اللي جاي افضل ان شاء الله، ربنا يسهل باخلاص النيه، الالتزام الانتظام الجهد الكبير، ان شاء الله ربنا اكيد هيكرم ان شاء الله. من يوم مبروك يا سياده اللواء النهارده، مليون مبروك يا سياده اللي هو النهارده لفريق الزمالك، الجهد اللي حضرتك انت امبارح جيت من السفر بت مع الفريق في الفندق، وما شاء الله ببارك لكم النهارده على المكسب وصعود نهائي كاس مصر. الحمد لله وولاد رجاله، وامبارح عملنا اعداد كتير جدا معاهم، واللعيبه ملتزمه، وشيكابالا اجتمع بالفرقه وكابتن معتمد، واحنا قعدنا مع كل مع مجموعات مع بعضيها،
حسيت بقى فعلا ان الناس مقدره المسؤوليه. والنهارده يمكن ناس كتير بقى لها من الملعب زي عبد الشافي زي عبد الله جمعه بقى لها فتره ما بتلعبش والنهارده ادي الحمد لله فعلا معتمد جمال فعلا مدرب محترم قدر يوظف اللعيبه كويس وماتش صعب فريق تقيل. فان شاء الله كده دي بدايه المرحله الجايه لنادي الزمالك يعني موسم عندنا 4 بطولات ادينا وصلنا نهائي كاس مصر. بنفكر في بطولة افريقيا، بنفكر في كاس مصر السنه دي، بنفكر في بطولة الدوري، ان شاء الله مفيش مستحيل. اللي بيتبني على صح يا سياده اللي هو دايما صح، وانتوا بنيتوا صح وبتلاقوا صح النهارده. الحمد لله كلنا لصالح نادي الزمالك، اي قرار بيتاخد هو مصلحه نادي الزمالك مع احمد سليمان مع غيري كله لصالح نادي الزمالك. تفقتوا اللعيبه النهارده يا سياده اللي هو؟ تفقتوا اللعيبه؟ اه ان شاء الله في حاجات كويسه بكره الشيكابالا جاي وكل حاجه كويسه ان شاء الله. مليون مبروك ان شاء الله. شكرا. جالة على قد المسؤولية الحمد لله بقى نركز بقى في النهاية بقى إن شاء الله. النهاردة نزلت قلبت الماتش يا كابتن. الحمد لله قاعدين فوق عاملينه كابتن ناصر منسي والله هو محمود شافي معايا هو قال لنص الماتش هينزل قلب الماتش وقلبت الماتش بقى. الحمد لله ده توفيقنا عند ربنا واللعيبة برضه كانت أدت اللي عليها وكنا كويسين والحمد لله يعني توفيق ده الواحد نيته من جوه سالكة عشان كده الحمد لله الواحد ربنا بيكرمه. كان شعورك إيه بقى بعد البلن بقى ما جه النهاردة؟ الحمد لله والله ده ماتش صعب جدا والبلين الحمد لله يعني اللي انا حطيتها جون باذن الله الحمد لله. فكر في اللي جاي بقى. مليون مبروك حبيبي كسر حبيبي يا رب.